السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. رئيس الاتحاديه الجديد وليد صادي يهني الاتحاد العاصمه بعد تتويجه باللقب السوبر الافريقي. كان لي وجه تاع خير على بالكم، كان لي حط الدوسي تاعو، ربحنا في السنغال، ربحنا الياس ما جابت لاكوب. شفتوا كيفاش الدعوه يدور، كاين حركه، موفمون كاين كاين، هاك شو كاين وجهو تاع خير، والله لا وجهو فيه الخير. أنا نقولكم ناس تاع خير، هادو ناس تاع خير، هادو في قلوبهم شي رافدين الغل ولا رافدين الخبث في قلوبهم، ولا ناس تاع خير. كان يقولك اش راه قال ليش علي يعطيك، أقسم بالله يا ذا وليد صادي ما نعرف. أيا باش نقولكم أيا أيا متالي كاع ايوا تادي انت هدر كيما قول، انتوما راكم تتلقاو اموال من عند ود عباس المدني، نتحداكم يخرج واحد يعاير ولا يقول لك يعاير عباس ود عباس المدني، ولا نتحداكم. انا شتي قال لك اونسيا جوار دافع على المشرف، هذاك اونسيا جوار نعرفوه، كان شوفير، كان شوفير في 89 في 90 وكلش، كان شوفير هذاك اونسيا جوار تاعكم هذاك اللي تهضروا عليه، نعرفوه لبرا باش يخرج يهدر، خرج ينقزه عباس المدني، ينقزه خرج انت تهدر، روح انت زيد تهدر، روح انت زيد تهدر بالدراهم. دخلكم لي فيري سانكم تكسر عليا انايا. وين حقق نادي الاتحاد العاصمه لقب السوبر الافريقي بعد فوزه قبل يعني وين على نادي الاهلي المصري بهدف دون مقابل سجله المدافع زين الدين بالعيد من علامه جزاء. وبعد المباراه وين هنأ المترشح الوحيد لرئاسة الفاف وليد صادي جماهير الاتحاد بعد تحقيق فريقهم اللقب الافريقي. وكتب وليد صادي في تغريدة على حسابه في تويتر يعني هنيئا لنادي الاتحاد الجزائري بعد تتويجه بكاس سوبر الافريقي، وهنيئا للجزائر لقب القاري الجديد، تحيا الجزائر، هنيئا لنادي الاتحاد الجزائري بعد تتويجه بكاس سوبر. يعني شو كيفاش ناس يعني عاد شو واقفين على كلش. حنا انا نعرف كان هذاك اللي جا في 2017 هذاك بريزيدون هذاك، ولاو يقارعوا بالاتحاد بالعباس تتإليمينا، باش تعقلوا لها بالعباس تربح وما يقارعوا لها باش تإليمينا في لافريك، باكوكم عاقلين عليها. لامسيا كأس الكاب 2017، كأس الكاب 2017-2018 باش يطردوا عمر غريب، شدارو إليميناوها، سبوندي لهم من داروا المشاكل داروا المشاكل داروا المشاكل داروا المشاكل وإليميناوها من الكارت دو فينال لامسية، باش يكون على بالكم. اليوم وين بعض يعني اللي واحد الهيصر كان باغي لياس ما تخسر، علاه والله ما فهمنا علاه. بالشيخة قال لهم أنا ليك ابن نصر يا مدوها لي جيبوها في الطابق تاع الذهب، نقول لهم لا لا في طابق تاع ذهب، يقولوا لا شو خدمه كي دايره. ها اطار جزائري بدون نرجسة بدون اتهامات بدون ما يعاير يوتيوبر، ما يعاير صحافي، ما يعاير صحاب بلاطو يقول لهم كوستيمات، ما والو، نورمال. ما عندوش انتقادات، نهار الاول كانوا ضده انتقادات، كانوا ناس ضده، بصح شو عامل يعني ضبط ضبط النفوس. كان 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 وزيد نقولكم نزيد نقولكم ما ننساوش عنتر يحيى نهار اللي جا في 2020 اش قال لهم؟ قال لهم ابري 3 سنين ولو نجيبو القاب. ناس ما تبغيش تهدر، صح انا مانيش ضد بالشيخه، بصح شو عنتر يحيى نهار اللي جا اش قال لهم؟ قال لهم ابري 3 سنين ولو نجيبو القاب. شوف اليوم شو هدره تاع عنتر يحيى، وشوفوا اليوم اللي يسمع. قال لهم باش نجيبو، قال لهم ما غاديش نقول لكم العام الجاي، قال لهم باش نجيبو القاب لازم لنا 3 سنين، قال لهم نولوا نقطفوا في الثمار. شوف اليوم هذه فايق لازم ما ننساوهاش، الرجاله اللي خدمت عليا. وين تتويج تاريخي للاتحاد الجزائري بالسوبر الافريقي على حساب من؟ على حساب العملاق الافريقي، عملاق افريقي وصح اهلي عملاق هذه هي الاهلي المصري،
وين ظهرت يعني وين تتويج الاتحاد الجزائري صارت يوم الجمعة بكأس سوبر الإفريقي، وذلك بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها الملعب الملك يعني فهد بمدينة الطائف السعودية، أين أسقطوا أبناء الجزائر أبناء الفراعنة. وسجل زين الدين بالعيد هدف الاتحاد الوحيد في المباراة على طريق ضربة جزاء في الدقيقة 42، وهو المكسب الذي استمد أشبال بن شيخة في الدفاع عنه إلى غاية نهاية اللقاء بعدما أضاف الحكم يعني 10 دقائق، وأضاف أبناء سوسترا الثاني لقبهم القاري بعد 3 أشهر من تتويجهم التاريخي باللقب كأس الاتحاد الإفريقي على حساب يعني أفريكاز التنزاني. وين بن شيخة وين فاز على منتخب تنزانيا، خاطش عليه 8 من هذا المنتخب من هذا النادي أفريكاز التنزاني، باش يكون على بالكم 8 اللي لعبوا تيتيلر كونت لياسما، بن شيخة فاز عليهم الي روتور، بدا لهم فينال الي روتور. هذه أفريكاز التنزاني بن شيخة فاز عليهم الي روتور، وأصبح الاتحاد ثاني نادي جزائري ينتزع اللقب السوبر الإفريقي من الأهلي المصري، وذلك بعد تتويج الوفاق الصيفي على حساب نفس الفريق سنة 2015. هذه يا خويا هي كل ألف مبروك يعني، ونفرحوا يعني ملحقنا نفرحوا، نادي جزائري سبحان الله، نادي جزائري. واحد قال لي انت تسيبورتي سيالبي، واه سيبورتي سيالبي، بصح انا اللي بدا نقول انا تلعب زياس كاستيف لامسيه لامسيو بالعباس خنشله بيض بشار تلعب خارج لافريك راني معاهم سيبورتيهم متاليه هي. الحمد لله يا ربي احنا المهم فزنا، واللي با يهدر يهدر معليش. واحد شتو كاتب لي في الاخرى قال لك فرحان من قلبك، هيا راني رديت لك، انا رديت لك، انا كتبت لك وانا رديت لك. هذه هي هذوما وديك عجبها سهلة ولا مالك هذه يا خويا. المهم المنتخب النادي اتحاد العاصمة الذي أسكت يعني أغلق أفواه يعني الناس، أنا على بالكم بلي ما أمنتش كشت يعني لهذو اللي كلنا 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 وأعداء الناجح أعداء الناجح يعني وين يدافعوا يلعبوها قاضبين مظلة تاع المدرب منتخب وطني جزائري يعني وين من بعد احتجتهم ضد بن شيخة وشي هذا لقب الجزائر، نتوما راكم خايفين راكم خايفين خايفين يديروا بلاصه يعني بن شيخة راكم كل واحد خاصو الهم، خاصو واحد كيما يظل يغسل في الكلاب يجي ينتقدو ما يعرف مشي عارف مشي عارف جد موالي هذا وين جايه، ها والله خاصو واحد مخنث يجي يهدر عليه عايره
الشيطان تهدر انت تصير غادي تعاير. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.